يما الحجية أم أحمد بدت بداية على قد الحال، بدينا بالموكب، طلعنا منك إحنا بمنطقتنا موجودة، موجودة مكانات وموجودة المواكب الحمد لله والشكر. فبتعرف أنت إحنا مجموعة نسوان وما عندنا أحد، أبونا موجود، أبو أحمد موجود بس مريض، صاحب غدة سامة ما يقدر، والحجية وياي هاي أختي وجيران عد اثنين ما أدري ثلاثة تقريبا إحنا. فتراينا قلت لهم أنا هذا مكان خوش مكان وإحنا مجموعة نسوان ونقدم إن نقدر عليه. جبنا المقسو، بدينا لنا ببداية بسيطة بالقليل، فشوية شوية نقعد الصبح إحنا بالثنتين يومية نقدم سياح خبز تمن وحليب حلال، نشتري حليب ونخليه وسوي وقمر عرب وبيض مخلمة الموجود قلت لك يعني حسب إمكانيتنا، إنه بنكمل عليها عصاير لبن بارد رطب رقي بطيخ شنو الموجود. هدف خدمة الحسين، هدف خدمة الزهراء، الهدف نوقف لسيد مولات زينب. فإحنا ما نخدم شيء هسه يكفي، بس إحنا هذا نقدر عليه. الله لا يجيب ذاك اليوم مالت التعزيلة والتفليش الغراض والشيلة، صعبة صعبة بشكل، شعور الخدمة ما تتوصف. رب العالمين هو يدري بيه وأبو عبد الله الحسين، أقول الله رزق ما رزق نعمة كبيرة، وريد يا رباي نعمة تدوم إن شاء الله إنا ولكم ولاد جميع. مشيت للسيدة زينب أنا لسوريا على طول الطريق أبجي، أقول مولات هذا الطريق اللي قطعتي مشي، والخدمة هاي هسه وين الخدمة؟ وين إحنا الزوار؟ نمشي منا الكربلة وتلاقينا الناس نعزمنا، تلاقينا الناس تخدمنا كل الموجود. والله العظيم ما نقدر، ما تقدر تجرع الماي وتشرب، ما تقدر تأكل شيء، لأن السيدة زينب كلها محروبة من عدية والعيال. أي مصيبة هاي ليش ما نسوي إحنا؟ ما نوفي بيها، ما نوفي ذرة بالبحر، ما نوفي. أطلب من رب العالمين يوفقنا، أطلب من رب العالمين يرزقنا هاي النعمة، لا يحرمنا من عدها. يعني والله العظيم أنا جاية أسوي ريوق وعيوني تشوف فوق الريوق، أقول له سيدي مولاي يا رب العالمين إيش النعمة، إيش النعمة اللي نعمت علينا بيها يا رب العالمين. يما ما أقدر أوصل، أوصل هناك أختنق بالعبرة، أختنق بالعبرة، أوصل يعني بشعور صعبة من نشوف المنارة إلى أن أوصل لي شعور صعبة حيل. أقول له مولاتي يا زينب شلون جيت بأي جاية؟ يما وعلي لمست نعمة كبيرة، تمنيت وريت الحسينية، قلت له يا أبا عبد الله كل الطريق بي حسينيات وكل الطريق بي خدمة، وأنا جايتك يا أبا عبد الله أريد تسجلني من خدامك، ورزقنا رب العالمين وصارت حسينية وما شاء الله ونخدم بيها على طول الطريق، مو بس أيام محرم، كل ليلة الجمعة وكل مناسبة. أقلهم يا ريت نحافظ على هاي النعمة، إن شاء الله إن شاء الله نكون محافظين، إن شاء الله نكون أنصار، إن شاء الله نكون بعين الزهراء، إن شاء الله نكون بعين أميرة المؤمنين، وإحنا مواسين إلهم. هنا مسؤوليتنا، مسؤولية كل فرد يمشي بالطريق وينصب موكب، وخاصة إحنا النساء، حفاظ على الحشمة وحفاظ على الستر وحفاظ على الصوت وحفاظ على الطريق. وإحنا مقدام مقتدين بالسيدة زينب لازم نمشي بمسيرها،